هالفيديو هو من أكثر مواضيع فيديوهات التوب 10 اللي تحبوها في القناة، واللي هو معاقبة وفضح الغشاشين بالألعاب. سويت الجزء الأول من هالسلسلة من سنتين وجاب أعلى فيديو مشاهدة بالقناة، وسويت الجزء الثاني من سنة وجاب ثاني أعلى فيديو مشاهدة بالقناة، وحاليا الجزء الثالث. بس خلني أشرح موضوع الفيديو بشكل جدا سريع عشان إذا كنت جديد على السلسلة. الغشاشين أو الهاكرز في ألعاب الأونلاين كلنا نكرههم لأنهم بيخربوا علينا متعة اللعب، فعشان كذا كلنا ننبسط لما نشوف غشاش أو هاكر يتعاقب وياخذ بان. بس لما نشوفه يتعاقب وفوقها ينفضح إنه غشاش لآلاف من الناس، فهذا أفضل شعور. فهذا موضوع فيديو اليوم، 10 أشخاص انمسكوا يغشوا بالألعاب وطن فضحهم. فيلا خلنا نبدأ. بس قبل أن نبدأ حاب أذكر أنه في giveaway على كارت شاشة RTX 3070 Ti، والسحب رح يكون بفيديو التوب 10 القادم. إذا حاب تدخل بفرصة الفوز عليه، كل عليك تسويه ادعم فيديو بزر اللايك، اشترك في القناة واترك أي تعليق مع وسيلة التواصل فيه معاك. وهذا الفيديو برعاية تطبيق رين. مثل ما بتعرفوا حاليا التداول بالعملات الرقمية صار شيء أساسي، فتطبيق أو منصة رين هي أكبر منصة لتداول العملات الرقمية بالشرق الأوسط. وغير كذا تطبيق رين مرخص من البنك البحريني المركزي، ورين بيدعم 6 عملات رقمية: البيتكوين، الإثيريوم، اللايتكوين، والريبل، والتثر، وتشين لينك. طيب ممكن حد يقول حاليا أنا ما بعرف اتداول أو ما عندك خبرة، تطبيق رين شغله أنه يسهل عليك هالموضوع. في حال صار معك أي مشكلة أثناء استعمال رين، فعندهم خدمة عملاء 24 ساعة. وأكثر ميزة عجبتني برين هو أنه تقدر تودع وتسحب فلوس عن طريق التحويل المصرفي. وشيء رهيب أنه جميع التداولات على تطبيق رين موافقة للشريعة الإسلامية. بس تحمل رين رح يطلب منك تسوي حساب، تحط اسمك إيميلك والباسورد، عشان يزيد الخصوصية والأمان لك ولباقي المستخدمين رح يطلب منك تحط صورة عن جواز السفر تبعك. والشيء الرهيب إنه بس تحملوا البرنامج الآن رح يعطوكم 20 دولار من البيتكوين مجانا عشان تبدأوا فيها التداول. وفوق كذا لو حملت رين وأرسلت لصاحبك عشان يحمله وحمله من وراك والتداول بقيمة 250 دولار، فرح يعطوك 50 دولار لك ولصاحبك. فيلا رابط تحميل موجود أسفل الفيديو، روحوا حملوه وابدأوا بالتداول اليوم. ويلا خلينا نبدأ بالفيديو. بالمرتبة العاشرة عنا ستريمر باسم مستر جولد، ومشهور باحترافه للعبة Call of Duty Warzone. مستر جولد انشهر لأنه أيمه جدا قوي، مجرد ما يطلع قدامه أي واحد رح يذبحه حتى لو كان بعيد عنه. في أحد الأيام كان فادح بث عم يلعب Warzone ويجلد كالعادة وفاز بالجيم. بعد ما خلص الجيم راح يقرأ التعليقات بالبث المباشر، وشاف كل التعليقات عم يتهموه بالغش والهكر، فراح رد عليهم وقال انه مو اي واحد لعيب معناته هكر، انا لعيب في اللعبة، عندي ايم. اول مرة تشوفوا واحد لعيب يعني قاعد يهايت ويشوف نفسه. It's because I have a good recoil. I'm good at the game. Is it the first time you see someone good at the game? I play and I look at the chat and I be like, what's going on? You know what I'm saying? What's going on, guy? Have you ever seen anyone playing like me? Like seriously. والغبي ما كان يعرف انه التعليقات عم يكتبوا له غشاش وهكر، لانه فاتح برنامج الهكر وطالع على الشاشة اثناء البث، بس هو مو منتبه عليه. بس بعد كل هالهياط انتبه انه برنامج الهكر شغال والكل قاعد يشوفه. Oh my God, man. هذه قائمة برنامج الهكر اسمه Engine Owning، وجدا مشهور بين لاعبين Call of Duty. من بعد هالحادثة إجاله باند على حسابه بلعبة Call of Duty، وإجاله باند على منصة تويتش، ما رح يقدر يطلع بث مباشر بعد كذا لأن استعمال الهكر ضد قوانين موقع تويتش. بالمرتبة التاسعة في لاعب أسباني جدا محترف بلعبة فورتنايت اسمه ماركي لاكوريس، وكان مشارك ببطولة عالمية لفورتنايت وواصل على النهائي على المباراة الأخيرة، ولو فاز فيها هو فريقه رح يربح $500,000. أثناء المباراة ماركس هجم عليه واحد وذبحه جوا اللعبة، بس صار جليتش أو خطأ تقني باللعبة وما مات. سوقي أهو لوكا سوقي أهو
بعد ما العدو فقد الأمل إنه يذبحه راح وخلاه وإجا صاحبه لماركس وعمل له ريفايف وكملوا الجيم. طبعا ماركس عرف إنه صار معه كليتش وكان مفروض إنه يموت ويطلع برا البطولة. حتى لما صاحبه قال له على الموضوع قال له هش أو اسكت لحد يسمعنا وخلنا نكمل اللعب. المهم كمل لعب ووصل نص الجيم تقريبا وكان جدا قريب على نص مليون دولار. وفجأة ولسوء حظه اجوا لعند المنظمين وقالوا له سكر اللعبة واطلع منها الآن. فماركس سوى غبي وصار يحكي لهم ليش انا شو سويت. فصاروا يحكوا له انه صار معاك جليتش وكان مفروض تموت. فراح رد عليهم انه هذه مو مشكلتي، هاي خطأ من اللعبة من لعبتكم. وظل يتناقش معاهم. اخر شيء قالوا له يا تطلع من اللعبة يا النادي الحراس يطلعوك من المكان. واخر شيء استجاب وطلع برا اللعبة وخسر النص مليون دولار. ووقتها صار نقاش كبير بين اللاعبين هل هو غشاش ولا لا. هو ما استعمل هكر وما كان عنده نية يغش، بس اللعبة صار فيها خطأ وهو استغل هالخطأ عشان يستمر في اللعبة. في المرتبة الثامنة في ستريمر اسمه سيمبر ومشهور باحترافه للعبة ديستني 2. سيمبر كان فاتح بث احد الايام عبيلعب ديستني وكان مفعل هكر يخليه يشوف الاعداء من وراء الحيط. وهالمرة لسوء حظه كان ناس يخفي برنامج الهاك وكل التعليقات عم يكتبوا له تراك مفعل هكر. بعد ما خلص الجيم راح وشيك التعليقات واكتشف الفضيحة اللي سواها. بس اكتشف انه متابعينه مسكوه وقاعد يستعمل هاك، راح وسكر البث على طول على امل انه ما حد يلحق يصور الشاشة ويفضحه. بس كان متأخر، احد المتابعين صور الشاشة ونشر الفيديو على اليوتيوب وجاب قريب 100,000 مشاهدة. وبعدين ثاني يوم فتح بث وقاعد يلعب ولا كأنه صار اي شيء. وكل ما واحد بالتعليقات يجيب سيرة الهكر كان يعطيه حظر او يهدده انه راح يحضره. So again, if you want to get banned, you can keep saying that and I'll ban you too. بعدين شاف انه كل التعليقات عم يتهموه انه هكر وغشاش وما يقدر يعطي باند للكل، وقال انه ايه صح كان عندي هكر بس مو انا اللي محمله، ما ادري مين حمل برنامج الهكر على جهازي. يعني كذب عيني عينك. There was wall hacks on my computer yesterday on stream. Like I'm not denying that. I just don't know how they got there. وبعدين بطل حد يشوفه ووقف يعمل بثوث أصلاً. لو من البداية اعترف واعتذر كان في احتمال جداً كبير إنه متابعينه يسامحوه وخلاص ينسوا الموضوع. في المرتبة السابعة في شيء منتشر بين اللاعبين في العالم اسمه سبيدران، واللي هو تحدي بين اللاعبين إنهم يخلصوا أو يختموا لعبة معينة بسرعة. المهم في يوتيوبر مشهور باسم دافو بيتانكورت قال انه هو جدا محترف بالسبيد رن للعبة سوبر ماريو، ونزل فيديو للسبيد رن تبعه وختم فيه اللعبة بخمس دقائق واثناشر ثانية، وهذا بيخليه من اسرع خمسة بالعالم ختموا لعبة سوبر ماريو. ولانه يوتيوبر مشهور فالفيديو تبعه جاب فوق الخمس ملايين مشاهدة. بس انتشر الفيديو تبعه بشكل جدا كبير، اجوا اللاعبين والمختصين بالسبيد رن قالوا في شيء غلط بالموضوع. اولا هاليوتيوبر ما له معروف بالسبيد رن، فجأة من لا مكان قال أنا محترف سبيد رن وفجأة نزل فيديو وجاب الخامس على العالم. والشيء الثاني المريب إنه هو قاعد يلعب كان قاعد يأكل بيتزا ويشرب كولا، ولاعبين السبيد رن تفرق معاهم الجزء من الثانية، فمستحيل واحد يأكل ويشرب وهو قاعد يلعب. فالمهم قرروا يعملوا تحقيق بالفيديو تبعه واكتشفوا غلط بسيط فضح له اليوتيوبر. في أحد المراحل باللعبة أخذ 11 عملة بس العداد فوق حسب له أنه أخذ 12، فطلع هاليوتيوبر سارق الجيم بلاي أو الفيديو من شخص ثاني جاب المركز الخامس على العالم. بس الشخص الثاني ما كان مشهور وما حد شاف الفيديو تبعه، هذا اليوتيوبر سرق الفيديو تبعه وغير الأرقام يلي فوق عشان ما يبين إنه مسروق، وكان قاعد يمثل إنه عم يلعب، ما كان عم يلعب، الفيديو كله مسروق. بعد ما مسكوه وصار الفيديو عليه ديسلايك بشكل جدا كبير، راح نزل فيديو وقال أنا كنت قاعد أختبركم، أبي أشوف في واحد راح يلاحظ ولا لا. طبعا واضح إنه كذاب وما حد صدقه. في المرتبة السادسة في لاعب اسمه سيليستا، هذا من ألعب الناس في العالم
بلعبة فالورانت ترتيبه 56 على العالم، يعني 56 من أصل ملايين بيلعبوا فالورانت. المهم سلستا في أحد الأيام كان مشارك على بطولة ضخمة وفاتح بث مباشر، وفي نص البث تم طرده من الجيم وطلعت له رسالة: أنت غشاش عم تستعمل هاك وإجاك باند نهائي على حسابك. وشوفوا ردة فعله، جدا واضح إنها مفتعلة وكذبية، مو متفاجئ من الباند. What? Really, dude? طبعا لعبة فالورانت عندها نظام مكافح للغشاشين جدا قوي، بس سلستا كان عنده هاك جدا قوي قدر انه يتخطى هالنظام ويوصل لمراتب جدا عالية بلعبة فالورانت، وكان لعبة كلها عبارة عن هاكر، وكان جدا شاطر بالتزوير لدرجة انه ما كان حد يشك انه هاكر. بس بعد ما انفضح انه هاك صاروا الناس يشوفوا مقاطع القديمة ولقوا في كتير دلائل ما كانوا ينتبهوا عليها كانت تدل انه هاكر. يعني مثلا أكثر من مرة كان يعرف أماكن العدو ويذبحهم بشكل مريب، وفيها اللقطة اللي شايفينها قدامكم هي كانت بنفس البث اللي إجى عليه الباند، كان شخصيته باللعبة قاعد يطلق بس واضح إنه ما كان قاعد يطلق بيده بالماوس. فالمهم بعد هالفضيحة شالوا اسمه من قائمة ألعب الناس بفالورانت، تم طرده من البطولة، ومن يومها ولحد اليوم سلستا ما طلع أي بث مباشر وساحب على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كامل. في المرتبة الخامسة في ستريمر باسم فرانكو R6 كان فاتح بث مباشر وقاعد يلعب لعبة رينبو 6 سيج، كان مستواه جدا قوي في اللعبة لدرجة انه واحد من فريق الخصم قاعد يتهمه انه غشاش ويستعمل هاكر في الشات او المحادثات الداخلية اللي جوا اللعبة. فرانكو راح رد عليه وكتب بالشات وقال: انا مو قاعد استعمل هاك ولا غشاش، واذا مو مصدقني تعال شوفني انا فاتح بث مباشر، وعطاه اسمه على تويتش عشان يجي ويشوفه. وفعلا الشخص اللي من فريق العدو فتح البث المباشر لفرانكو وصار يتابعه وكتب له بالتعليقات: ممكن تفتح برنامج البث المباشر اللي قاعد تستعمله عشان تطلع لايف؟ وفرانكو سمع كلامه وفتح البرنامج. بعدين هذاك الشخص قال له: في زر تحت على اليمين ممكن تضغطه. راح هذاك الشخص وضغط الزر وما صار اي شيء. بعدين فرانكو رد عليه وقال له: شايف اني مو غشاش وما قاعد استعمل اي هاك، وراح وشغل اللعبة وكمل اللعب. واللي ما عرفه فرانكو انه هالزر اللي ضغطه راح يفضحه بالجيم ويبين الهاك بالبث المباشر. مثل ما شايفين في مربعات خضراء على جميع الاعداء وبيقدر يشوفهم من ورا الحيط. فرانكو رجع وقاعد يلعب وما هو منتبه. بعدين بعد ما انتهى الجيم شيك التعليقات وشاف كل الكومنتات عم بيحكوا له: يا هاكر يا غشاش. راح وشاف البث تبعه وشاف انه الهاكر قاعد يطلع بالبث. What? That's him. كان قاعد يستعمل هاكر من البداية بس خافي عن البث، بس هداك الشخص طلب منه يعمل حركة بسيطة وهالحركة فضحته بدون ما يعرف فرانكو. فهداك الشخص من فريق الخصم جدا ذكي، أنهى مسيرته لهالغشاش للأبد، لأنه من بعدها ما طلع ولا بث مباشر ومسح كل حساباته. في المرتبة الرابعة عنا ستريمر باسم آني روك، هي أحد أشهر الستريمر البنات للعبة ببجي موبايل بالهند. آني معروفة أنها جدا محترفة ببجي موبايل وعندها فوق المليونين فولوور على الفيسبوك. في أحد الأيام كان فاتحة بث عم تلعب ببجي موبايل كالعادة، بس هالمرة علقت عليها اللعبة، أو خلنا نقول علق عليها برنامج الهاك، وطلعت هالأشياء على الشاشة مثل ما شايفين. اللي ما يدري شو هالخطوط، هاي برنامج هاك بتخليها تشوف أي واحد بلعبة ببجي موبايل، سواء متخبي ورا حيط ورا عمارة، بتشوف أي شخص عن بعد عن طريق هالخطوط، وتقدروا تشوفوا ردة فعلها أو تعابير وجهها أول ما طلع هالشي، واضح إنها جدا مرتعبة وخايفة. في البداية عملت نفسها غبية وقالت انه ما تعرف شو هالشي واول مرة تشوفها على الشاشة، بس بعدين بعد ما كتر الهجوم عليها سوت فيديو واعتذرت وقالت انه ايه كانت تستعمل هاكر وخلاص ما رح تستعمل هاك بعد اليوم. بس معظم متابعينها ما صدقوها لان مشاهداتها بانحدار من بعد هالحادثة. في المرتبة الثالثة لما شخص يستعمل هاكر في الالعاب
وينفضح على أكثر الشركة ومطورين اللعبة رح يعطوه باند على حسابه. بس المشكلة مين رح يعطي باند إذا مطور اللعبة نفسها قاعد يلعب لعبته ويستعمل هاك ويغش فيها؟ لا وكمان فاتح بث مباشر. هذا الشيء صار مع جاشوا أحد مطورين لعبة H1Z1، أحد أول ألعاب الباتل رويال بالعالم. كان فاتح بث على تويتش وعبي يلعب لعبته اللي هو اشتغل عليها، وكان مبسوط لأنه جدا لعيب في اللعبة قاعد يفوز كل جيم. بعدين هجم على سكواد لوحده وذبحهم كلهم، وسمع السكواد عم يحكوا له أنت غشاش أنت هكر، فراح تكلم معاهم وقالهم ليش عم تقولي أني غشاش؟ قالوا له أنت مختفي ما مش فينك. وطلع بالغلط مفعل شيء بإعدادات اللعبة يخليه مختفي، الأعداء ما بيشوفوه أبدا. مثل ما قلنا هو مطور اللعبة فعنده نسخة من اللعبة فينه يغير فيها عراحته، فكان بالغلط مسوي إنه يختفي وما كان منتبه على هذا الشيء، كان مفكر عم يلعب طبيعي. شوفوا ردة فعله لما اكتشف هالشيء. بعدين اعتذر لهم وعدل اللعبة وبطل يلعب وهو مختفي. في المرتبة الثانية على موقع تويتش المختص في البث المباشر في شغلة اسمها هوستينج، واللي هي بكل بساطة انه واحد مشهور يعرض بث مباشر لشخص عشان يدعمه بالمشاهدات. فكان في ستريمر على تويتش اسمها ايسي فيكسن، كانت معروفة انها موديل وبنفس الوقت جدا لعيبة بكول اوف ديوتي وارزون، بس ما كانت جدا مشهورة، ما عندها مشاهدات جدا عالية. في أحد الأيام قررت ستريمر ثانية اسمها أليكس زدرا إنها تسوي لها هوست وتدعمها بالمشاهدات. الستريمر أليكس جدا مشهورة لأنها أحد الشخصيات بلعبة Call of Duty، يعني مسوين شخصية باللعبة على شكلها وصوتها، وعندها فوق 400,000 متابع على موقع تويتش. فقررت تدعم الستريمر ايسي فيكسن وسويت لها هوست، ولسوء حظها لايسي فيكسن اثناء الهوست كانت عم تستعمل هاك وكان جدا واضح. مثل ما شفتوا اول ما طلع قدامها واحد من بعيد شالته بطلقة هيد شوت بالسنايبر بدون ما تسوي ايم اصلا. فاليكس قالت لمتابعينها مو كأنه جدا صعب تجيب هالقتلة، الوضع مريب نوعا ما. فراحوا متابعينها لاليكس قالوا لها هذه غشاشة تبث من فترة طويلة وتستعمل هاكر وجدا واضح، وحاولنا نبلغ عليها بس ما في فايدة. وراحوا متابعينها ارسلوا لها كتير مقاطع لاليكس بتأثبت انه ايسي فيكسن عم تستعمل هاك. فأليكس بما انها تشتغل مع Call of Duty نفسهم لانه هي شخصية باللعبة راحت وبلغت عليها واجالها باند على حسابها، وكمان كلمت موقع تويتش وارسلت لهم كل الدلائل وتم حظرها لايسي فيكسن من تويتش كمان. بالمرتبة الاولى عنا اشهر يوتيوبر بهالفيديو ومن اشهر اليوتيوبرز بالعالم مسكوه ويغش ويستعمل هاكر، اللي هو اليوتيوبر دريم. دريم هو اشهر يوتيوبر بالعالم مختص بلعبة ماينكرافت، ومعدل مشاهدات مقاطعة قريب 40 مليون للفيديو الواحد. والشيء اللي خلى دريم مشهور في لعبة ماينكرافت هو السبيدران، كان يختم اللعبة بسرعة جدا كبيرة. المهم سنة 2020 دريم حطم الرقم القياسي الخاص فيه وختم لعبة ماينكرافت ب 11 دقيقة و 23 ثانية، وهذا الشيء خلاه الخامس على العالم، وحمل فيديو على اليوتيوب يحتفل بهالإنجاز. Yes! Oh my god! وجاب فوق 50 مليون مشاهدة على الفيديو، وقدم طلب لموقع السبيد رن العالمي للعبة ماينكرافت عشان يحطوه الخامس على العالم. هذا الموقع في قائمة لأسرع 100 شخص ختم لعبة ماينكرافت بالعالم. بس الشيء الغريب انه الموقع رفض يضيف اسم دريم على القائمة، وقال السبب انه غشاش او يستعمل هاكر، وهذا الرد كان صدمة لدريم ومتابعينه. فراح دريم رد على الموقع وقال لا انا مالي غشاش، ما عندكم اي دليل. فراح الموقع ورد بتقرير من 25 صفحة يثبت فيها انه دريم غشاش. مختصر التقرير انه الجيم او السبيد رن اللي سواه دريم شبه مستحيل انه يصير، لان عشان تختم لعبة
ماينكرافت راح تحتاج قطعتين نادرين. القطعة الأولى اسمها إندر بيرل والثانية بليزرد. القطعة الأولى يحتاج عدد معين منها عشان يختم اللعبة، ويقدر يحصلها عن طريق المقايضة مع أحد الكائنات الموجودة باللعبة، ونسبة أنه يعطوها القطعة هي 5% فقط. ودريم حصل القطعة 42 مرة من أصل 262 محاولة، أي حصلها بنسبة 16% مو 5%. وفي قطعة ثانية اسمها بليزرد نسبة أنه يحصلها 50%، ودريم بالجيم تبعه حصلها بنسبة 70%. فكان جدا محظوظ بحصوله على القطعة الأولى والقطعة الثانية، وهذا الشيء جدا صعب إنه يصير، صعب لدرجة إنه ممكن يصير مرة كل 113 مليار محاولة، يعني بالعربي مستحيل هالشيء يصير. والتقرير فيه معادلات رياضية ورسوم بيانية بتشرح كل شيء بالتفصيل. بعد هالتقرير دريم انقطع عن الانترنت ورجع بعدها بشهر وكتب اعتذار، قال فعلا كان في غش بالموضوع بس غش غير مقصود، كان محمل مودات للعبة ماينكرافت، هالمودات بتساعده عشان يسوي فيديوهات للعبة، وهالمودات بتزيد حظه او نسبة حصوله على القطعة النادرة بشكل جدا كبير. وهو وقت كان يسوي السبيد رن ما كان متذكر انه محمل هالمودات. فبعد هالاعتذار في ناس صدقوه وسامحوه، وفي ناس الى الان مو مصدقينه، وتم حذف اسمه من جميع مواقع السبيد رن للعبة ماينكرافت. فأي شباب هالفيديو لليوم، اتمنى يكون عجبكم، اتمنى بنهاية الفيديو لا تنسوا تعطوا الفيديو زر اللايك، وشاركونا بالتعليقات مين اكتر واحد تحسوه يستاهل العقاب والفضيحة اللي اخذها. وبس، كان معكم الشركة يال بشركة كيش، شكرا فيديوهات تانية ان شاء الله، مع السلامة.